القراءة هي غذاء العقل، فهي الوسيلة التي تجمع بين المتعة والمعرفة في آن واحد. والأدب العربي مليء بالنماذج المشرفة وغني بكتابه وأدبائه. ودلوقتي هحكي لكم 3 روايات من أفضل ما قرأت. رواية في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي، هي رواية مأخوذة عن قصة حقيقية مليئة بالتشويق والإثارة، نهايتها لا يمكن التنبؤ بها. رواية تستحق القراءة، فهي تجمع أشخاص من ديانات وبيئات مختلفة، ورغم الشر الموجود استطاع الحب أن ينتصر. رواية باب الساحة للكاتبة سحر خليفة. استطاعت سحر بكلماتها الواقعية أن تعيشنا جو الانتفاضة الفلسطينية والمعاناة بكل حذافيرها، وأبرزت عظمة المرأة الفلسطينية في مواجهة الصعاب ودورها في النضال. فهي عبارة عن مزيج يجمع بين الحس الأنثوي والوطني في آن واحد. الأسود يليق بك للكاتبة أحلام مستغني. بالحبكة الذكية وأناقة الكلمات تنقلنا أحلام إلى عالم من الرومانسية، وكأنها قرأت نفوس كل العشاق وعرفت نواياهم، فهي رواية تستهوي عشاق الرومانسية.